بدأنا عملنا بتاريخ 5/1/2021 بعد انعقاد مؤتمر الثامن لمؤتمر ستار، وبعد من التنسيق ووضع أهداف لجنة الصحة بلشنا بالعمل. بداية بلشنا في كانتون قامشلو، بدأنا بإعطاء محاضرات، أكثر شيء محاضراتنا هي تخص المرأة. وبعد ما شفنا انه يعني في فعاليه وكانت نتائج ايجابيه واقبال من قبل يعني انه النساء حضور المحاضرات، قررنا انه يعني نفتح فروع بكافه المقاطعات. فتحنا فروع بكوباني، بالحسكه، بعفرين شهبه، وبحلب. ايضا هاي المقاطعات نفسها تعطي نفس المحاضرات هي تخص المراه، من أمراض نسائية، سرطان الثدي، سرطان الرحم، الولادة الطبيعية، الولادة القيصرية، فوائد الحليب الطبيعي، أضرار الحليب الاصطناعي، أيضا تخص أمراض الربو، الضغط، السكري، إعطاء الإسعافات الأولية. طبعا نحن أول شيء نشوف إيش هي الأمراض المنتشرة يعني بالمجتمع بهالمكانات اللي نحن موجودة فيها، مثل الربو نعطي محاضرات عن الربو، ايش يعني اسباب الربو، الوقايه منه، امراض لما جائحه كورونا اعطينا كمان محاضرات عن الوقايه منها، ايش العلاج، كمان امراض يكون في النظافه الشخصيه، خاصه نحن انه هون يعني بحاجه للنظافه الشخصيه، وخاصه بين الاطفال بالمدارس انتشار القمل، الجرب، انه يعني واحد كيف النظافه الشخصيه يهتموا بحاله مشان ما يصير بهاي الامراض. بالنسبة للمرأة اتجهنا إلى المرأة مشان التثقيف الصحي، لأنه نحن لجنتنا كلجنة الصحة خاصة بالمرأة. إيش هي الأضرار؟ أول شيء كانت محاضراتنا عن زواج القاصرات، لأن الزواج المبكر له أضرار بيولوجية ونفسية واجتماعية على صحة الفتيات، بالزواج بسن مبكر. بعدين عن الأمراض اللي تخص النساء، أمراض النسائية مثل الدورة الشهرية، الالتهابات النسائية، وأيضا ذكرت سابقا الولادة الطبيعية، أهمية الولادة الطبيعية، فوائدها للمرأة عند الولادة الطبيعية، وأضرار العمليات القيصرية، فوائد حليب الأم. أيضا اتجهنا إلى الاعتماد على الأعشاب الطبيعية بدلا من المواد الكيميائية، الفوائد لأنه بيكون أنه منطقتنا توجد في أعشاب الاستفادة من هذه الأعشاب. طبعا احنا مشاريعنا المستقبليه نحن اكثر شيء عم نميل للطب البديل، يعني الطب الطبيعي. من 5 شهور جهزنا مركز بحلب هو الاعشاب الطبيعيه، حاليا بدا العمل بهذا المجال، يعني عن طريق الاعشاب الطبيعيه عملوا خلطات للشعر، للبشره، ايضا يعملوا مساجات، مساج مثل تجبير، كل شيء يعني انه بيميل للطب الطبيعي. ومشاريعنا المستقبليه ان شاء الله راح تكون على العلاج الفيزيائي بهاي المنطقه، انه يعني نفتح بالمراكز بكل مركز يعني انه قسم ان شاء الله للعلاج الفيزيائي. طبعا بعد ما انه التنسيق والدراسه انه حاجه المجتمع للعلاج الفيزيائي اتجهنا لهذا المشروع. اول شيء بلشنا من تربسبيه، كنا نعطي بالكومينات بالمؤسسات، بعد لما خلصنا صرنا ننزل على القرى، بعد ما نزلنا على القرى صرنا ندرس المشاكل الصحية. كنا يعني بين 2 3 شهور نروح على قرية، فكل قرية كانت تختلف عن قرية، يعني أي الأجواء ما كانت مثل بعضها، يعني قرى كان فيها مشاكل صحية كثيرة، يعني ما كانوا يوصلوا على البلد، ما كانوا يقدروا يجوا، يعني كانوا مقطوعين كثير، فنص قرى كانوا يقدروا يجوا أو هيك، بس يعني البقية ما كانوا يقدروا يجوا. كنا اكثر شيء ندقق على الاسعافات الاوليه. ليش ندقق على الاسعافات الاوليه؟ لانه هن يلزمهم اسعافات اوليه. ليش؟ لانه كانوا بعيدين عن البلد، فكنا نعطيهم عملي ونظري. بعد ما اعطينا خلصنا اول سنه، رجعنا السنه الثانيه ايش كنا نعطي؟ عن سرطان الثدي. بعد ما خلصنا سرطان الثدي بدانا يعني بكثير امراض كنا نعطي بالقرى، يعني ما كنا نوقف، وكمان بتربسبيه كنا يعني نعطي اكثر واكثر. الشيء اللي كنا نشوفه بالقرى اكثر شيء كان مرض سرطان الثدي، ضغط، سكري، المشاكل الصحيه كانت كثيره، مطالب النساء كانت اكثر شيء يعني كمشاريع، كانه يطلعوا يفوتوا هنا كمان يصير عندهم خبره، يعني من التوعيه كثير استفادوا الصراحه، وحبوا يعني كثير انه نروح ونعطي محاضرات. وتقريبا يعني اكثر من ما بعرف كم محاضره كنا نعطي يعني بالبلد وبالقرى. رسالتي لكل النساء تثقيف صحي ويعتمدوا على الصحة مشان نقدر نبني مجتمع صحي.